ممكن يعني ممكن بلا ما نتحركش بيانا يانا وصبوحة. شو قصة الفنانات اللي بيسرقوا من بعضهم أغاني؟ إيه هيدا بيكون بس للشهرة أكتر. إنه بي 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 بيضربوا ببعض، حدا يطلع على ظهر حدا أو يصير في إشاعات مثل ما عم ينكتب إشاعات. بحسها ظاهرة صحية مش غلط. ظاهرة صحية. ظاهرة صحية. سرقة الأغنيات ظاهرة صحية. إيه عادي، لأنه صدقني يمكن اللي عم يعني شوف عندك كتير فنانين ما بدنا نذكر أسماء لما استعانوا، ما رح نقول سرقوا، لما استعانوا بألحان أو توزيعات من برا مأخوذة، ما رح نقول مسروقة، نجحوا وصلوا للعالمية. نفس الشيء اليوم لما بتلاقي فناني أو فنانتين ضربوا ببعض بتحس إنه صار في شهرة من وراء القصة. لا. ف يلا شو رأيك نخبط أنا وأنت؟ نعم. رلانا أنا بدي أشكرك وأتمنى لك مسيرة موفقة وناجحة وتحقق كل ما تصبين إليه اللي تحلم فيه، وأكيد يعني بالاجتهاد وتتوفر الظروف المناسبة، لأنه بنعرف أنه حتى النجومية بدها ظروف، ما هيك؟ بدها حظ، مش بس جهد، بدها نفس طويل، بدها جهد وبدها، لأنه في كتار اجتهدوا ولكن ما وصلوا، ما حصلوا، بدها نفس طويل وبدها أنه الواحد أكيد من الله أنه يوفقه بغنية تنزل تكون هيت، تكون كوميرسل، ما رح أقول لك تكون هيت، تكون كوميرسل، أنه أكبر كم من العالم عالم يحبها. ساعتها انت بتوصل لقلوب العالم. يعني اليوم مثلا انت واصل لمليون، بس اذا نزلت غنية كوميرسل محبوبة اكتر يمكن رح توصل لعشرة او عشرين. بنات الجيم ايمتى بنشوفوا الفيلم؟ بنات الجيم ان شاء الله قبل الصيفية موعودة فيه يا رب ينزلوا، لاني صار لي 8 شهور ناطريته، بس لانه هلأ مش موسم تعرف امتحانات ومدارس فقالوا قبل الصيفية ان شاء الله قريبا نشوفه. بشكرك واهلا وسهلا فيك. ميرسي على ذوقك. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم من برنامج مواعيد، كانت مع الشعر مع مواعيد الأسبوع ومع الفنانة رلانا. حتى ألتقي فيكم الأسبوع المقبل مع فقرات جديدة، مع مواضيع جديدة وضيوف جدد. كل التحيات وإلى اللقاء.